بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم، أينما كنت نسوق إليك تحايا عطرات وأمان نظرات وآمالا غير عاطلات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الميامين صلاة دائمة إلى يوم الدين. وبعد، حلقة جديدة من برنامجكم رأي الغلابة. في هذه الحلقة نحاول أن نتحدث عن الجزء الثاني من اللاعبين الدوليين الذين يؤثرون على الحرب السودانية. وكما قلنا أن الجزء الثاني سيختص بدول الجوار. كلنا يعلم أن السودان محاط حدوديا بسبع دول، تبدأ من الشقيق الجنوبي دولة جنوب السودان، ثم الشقيق الشمالي دولة مصر، ثم الشقيقين أريتريا وإثيوبيا شرقا، والأشقاء الثلاثة أفريقيا الوسطى تشاد وليبيا من الناحية الغربية والشمالية الغربية. إذن السودان محاط بهذه الدول، هنالك دولة نصف حدودية إذا صح هذا التعبير، وهي دولة المملكة العربية السعودية والتي يحدنا منها بحر. طيب، هنتكلم بشكل عام عن الجغرافيا ثم نتكلم عن الحدود بشكل تفصيلي. جغرافيا أو موقع السودان الجغرافي أو الجغرافي السياسي موقع مميز جدا استراتيجي. هذا الموقع يمكن السودان من ربط آسيا ككل بأفريقيا والوطن العربي بأفريقيا أو بالوطن الأفريقي، وأيضا تعتبر معبر للتجارة والحضارات وما إلى ذلك. السودان من ناحية جغرافيا الموارد، فيه موارد متعددة تبدأ من كل الموارد تحت الأرض من معادن وبترول إلى آخره، اليورانيوم، ذهب، حديد، نحاس، ألومنيوم، كل الأشياء دي، بالإضافة إلى ما فوق الأرض إنه هو لديه مناخات متعددة، لديه موارد بتاعت مياه. يبقى من ناحية الموارد السودان يعتبر أشبه ب الولايات المتحدة الأمريكية، غني في كل شيء. حتى المورد البشري فيه عددية معقولة أو عدد من السكان معقول، يتراوح ما بين 40 إلى 43 ألف. إذن ما في أي شك في أن السودان من ناحية الجغرافيا السياسية وجغرافيا الموارد والجغرافيا البشرية لديه مزايا كثيرة جدا. لكن سؤالنا الخاص هنا، هل خدمت الجغرافيا السودان من الناحية الحدودية ومن ناحية التوزيع الإثني؟ دي الحاجتين احنا دايرين نناقشهم سريع جدا. طيب، عشان نقرب مسألة الحدود دي، تعالوا نضرب أمثلة ثم نرجع للسودان. أستراليا مثلا على سبيل المثال، أستراليا عبارة عن جزيرة موجودة داخل المياه، محاطة بالمياه من كل جانب، بعيدة كل البعد عن بقية اليابسة في أقصى الجنوب الشرقي، وبالتالي هي بعيدة عن محاولات الهجرة المباشرة الكبيرة. يعني ما ممكن مثلا نقول والله إحنا دايرين نمشي استراليا نقوم نعمل لنا غافلة كده ونمشي بها، الحدود تمنعنا. فدي واحدة من الحاجات المهمة جدا اللي مفروض إننا نضعها في الحسبان. تعال نشوف مثلا المملكة المتحدة أو بريطانيا.
أيضا موجودة في أقصى الشمال الغربي الأوروبي، موجودة خارج أوروبا، عبارة عن جزيرة محاط بها المياه من كل جانب. لو أنت عايز تهاجر لها لابد أن تقطع هذه المياه، سواء عبر الأطلنطي أو عبر بحر الشمال أو عبر القناة الإنجليزي الفرنسي. يبقى أنت أيضا لا تستطيع أن تغزو الولايات عفوا بريطانيا إلا عن طريق البحر، لكن لا بهجرات راجلة تصل لغاية هناك، ولا ب يعني رحلات عادية إلا عن طريق البحر. لما نجي نتكلم عن الغزو الأجنبي لها بيبقى صعب جدا، لأنه أنت هي بلد محصنة بالمياه. نجي نشوف القصة دي مثلا مربوطة بالاتحاد السوفيتي القديم أو روسيا الحالية. بنلقاو أنه هو أكبر قطري موجود الآن في العالم تقريبا، لكن معظمه في منطقة صعب عبورة زي سيبيريا الباردة أو صحراء سيبيريا الباردة إن صح هذا التعبير، أو شبه قارة سيبيريا. فدي صعب جدا جدا إنك أنت تتعامل معاه. أيضا هنالك حدود مائية تمنع الحركة إليه، الطقس بارد جدا أيضا يمنع الحركة إليه بكميات كبيرة بشكل راجل، صعب. طيب نجي نشوف مثلا الصين، بنلقى نفس القصة. الصين عبارة عن التبت مثلا موجود من الناحية الشمالية الغربية والشمالية، البحر موجود على التضاريس ذاتها صعبة جدا، وبالتالي يصعب جدا جدا غزوها أو حتى يعني الهجرات الراجلة إليها. طيب تعال نشوف الهندي مثلا. الهندي مثلا عبارة عن شبه جزيرة هندية بيحيط المحيط الهادي، المحيط الهندي من كل الجوانب عدا الناحية الشمالية. في الناحية الشمالية منها بتجد الهملايا والتبت، وبالتالي بتجد سلاسل جبلية تمنع الدخول لها بشكل مباشر. يبقى الجغرافيا تخدم هذه البلاد. الولايات المتحدة الأمريكية نفسها موجودة داخل الموية، ومحدود الحدود البرية محدودة فقط ما بين المكسيك وكندا، وبالتالي يصعب الدخول لها بسهولة جدا. لذلك نلقى انه الامريكان لغاية الان مخلوعين من قصة 9/11، فكيف انه الناس ما قدروا تجي بالبرجات بالطيارات. حتى معركة هارب الكبرى اللي حصلت في الحرب العالمية الثانية كانت بسبب الطائرات، يعني ما جاءت يعني راجلة أو المشاة ما دخلوا يعني. إذن الجغرافيا الحدودية قد يعني تكون هي فيها أدفانتج، فيها محاسن أكثر من مساوئها. طيب نجي نطبق القصة دي على السودان. هل ممكن نطبقها نشوف إنه السودان ده هل هو جزيرة محصورة أو محاطة بالمياه من كل جانب؟ لا. هل هو شبه جزيرة؟ لا. هل لديه حدود حادة بينه وبين الدول؟ بتلقى ما في أي حدود حادة بين السبع دول اللي احنا ذكرناها، والحد المائي الوحيد الحاد هو ما بين السودان والسعودية، أو السودان وشبه الجزيرة العربية ككل يعني. يبقى السهل جدا القول بأن الجغرافيا الحدودية لم تخدم السودان، لم تخدم السودان على الإطلاق. بالعكس كانت دائما مشكلة يسهل التهريب من خلالها، لأن أرض منبسطة ما في أي مشكلة في التنقل من مكان لمكان، أيضا ما في أي تلال، ما في غيره، ما في projections، ما في حاجة تمنع الناس من الانتقال داخل أو خارج السودان.
فبالتالي هو مكان للهجرات الجماعية، مكان لأنه في مثلا مواسم الحصاد الناس تنزل السودان من أي بقعة من البقاع الأفريقية، في زمن الزراعة ممكن تنزل، في زمن الحج ممكن تنزل، ده كل الكلام ده ممكن يحدث داخل السودان. طيب هل الجغرافيا الإثنية تقسيم الناس عرقيا خدم السودان؟ طيب من ناحية التنوع العرقي خدمه، لكن من ناحية التنوع الحدودي ما خدمه. كيف؟ دلوقتي كل القبائل الحدودية الموجودة في حدود السودان لها امتدادات في الدول الأخرى، البني عامر مثلا والبجا وغيرهم كلهم والبشاريين لهم يعني امتدادات في السودان، في مصر، في أريتريا، في إثيوبيا، في كل الأماكن دي. دوائر القبائل الحدودية الحالية في جنوب السودان لها امتدادات ما بين السودان الشمالي والسودان الجنوبي. القبائل اللي موجودة في الجانب الغربي لها امتدادات، غرب السودان يعني، لها امتدادات داخل السودان وداخل الدول الأخرى. وبالتالي فأنت ممكن تكون سوداني لكن والدتك من نفس القبيلة أو والدك من نفس القبيلة لكنه تشادي أو إثيوبي أو أريتري أو مصري أو جنوبي، كل هذا صحيح. ده بيخلق نوع من السيولة الحدودية، وأيضا عامل مباشر في السيولة الأمنية، لأنه أنا ابن خالك أو ابن عمك وإنت سوداني ولا شادي ولا غيره، حصل لك أي مشكلة فإنت إما لجأت لي أو لكي يعني إني أنا يعني أحميك في داخل بلدي، أو أنا لجأت لك بأنك تحميني في داخل بلدك، أو أنا أو أنت واحد فينا هاجم بلد الثاني باعتبار أنه ده ابن عمه، نفس الدم ونفس القصة. لذلك التنوع الإثني خدم السودان من ناحية التنوعات الثقافية وكل هذا الأمر، لكنه أيضا ساهم في السيولة الحدودية والسيولة الأمنية. وكل بعدين في بلد زي السودان والدول المحيطة به الارتباط ليس بالدولة وإنما بالقبيلة. يعني مثلا لو مسكنا في تشاد بنلقى الزغاوة قريبين من الزغاوة أهلهم في دارفور، وبالتالي لو حدثت معركة ما بين الزغاوة وعرب دارفور وبس في هذا الإقليم، هنلقى إنه ممكن جدا زغاوة تشاد يمدوا ديل بالسلاح عشان يقتلوا أبناء البلد الواحد. والمسألة هنا بتحصل بشكل طبيعي لأنه ديل أولاد دم واحد، ما ممكن أنت تجرمهم لأنهم أولاد دم واحد، لكن ده بيحصل. وما ممكن تقول لي التشادي، وده بالضبط اللي حصل الآن، اللي بيحصل الآن في الجنجويد، شنو إنه بيجيب كل العربان الموجودين في الحزام السوداني ده من داكار لغاية جيبوتي بيجوا عشان يناصروا الدعم السريع. الدعم السريع صح ولا ما صح؟ الجنجويد ديل صح ولا ما صح؟ هم كلهم مع بعض جنجويد وأولاد عم، أولاد دم واحد، يعني ما عندهم مشكلة. فكده نمشي لقدام نشوف، بس نحن هنا حاولنا نجيب على هذه الأسئلة المهمة جدا.
والله يا اخي انا الفيلم ده عاجبني جدا، لانه يعني بيقول لنا عن الحاله الموجوده الان في السودان، وبيحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: توشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكله على قصعتها. في 51 ساعه استطاعت هذه الديدان ان تاكل هذه مشكلة هذا الفيلم انه لديه حقوق، قبل كده نزلناه في الحلقة الاولى واضطرينا نسحبه، دلوقتي احنا قطعناه واضفنا اليه هذا الملحق الصوتي وشلنا منه الصوت بتاعه، فاذا مر اوكي، اذا ما مر يعني اعذرونا لذلك. لكن ده يمثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكلة على قصعتها. وده بالضبط اللي حاصل الآن في السودان، وعلينا أن نرعوي، ويجب أن نوقف هذه الحرب التي لن تبقي ولن تذر. تحدثنا في المشهد السابق عن الجوار الأفريقي والحدود المفتوحة، ونريد أيضا أن نتحدث هنا عن طبيعة الأنظمة الموجودة في هذه الدول السبع. يعني السودانيون يريدون دولة ديمقراطية يحكمها المدنيون ويكون فيها الجيش هو الحامي لهذا الوطن، وأن يكون في ثكناته وليس له علاقة بالسياسة. لكن الناظر إلى الجوار الأفريقي يجد غير ذلك، فالدول السبع يحكمها عسكريون، والدول السبع لا تمارس الديمقراطية سلوكا. يعني بنتكلم عن الديمقراطية لكن ما قاعدين نمارسها سلوكا يعني. وكل دولة الجيش فيها عنده كلمة، ولا أظن أنه يمكن أن تعتمد الثورة السودانية على الدول السبع أو الجوار الأفريقي بسباعيته هذه لكي يحدث تغيير ديمقراطي مدني لصالح الشعب السوداني. الدول السبع أيضا تتعامل كحكومات فوقية، بمعنى أن الحكومة ورئيسها هي كل شيء. شعوب هذه الدول ليس لديه أي شيء في كيف يحكم ولمن يحكم ولا غيره. إذن أنت لا تستطيع في خضم هذا المحيط أن تدعي أن أي من هذه الدول قادرة على مساعدة الشعب السوداني للوصول إلى حكم مدني ديمقراطي بالمعنى الذي نفهمه جميعنا. يعني أمر آخر، كل هذه الدول السبع لديها نفس المشاكل بتاعت السودان، وهي لم تستطع حلها إلا بواسطة القوى العسكرية. يعني ما في يعني الدول السبع الموجودة الآن اللي تحيط بالسودان دي، ما في ولا واحد فيهم حلت مشاكلها عن طريق يعني الجلوس مع بعضها وحلتها بواسطة السياسة، إنما حلتها بواسطة الغلبة. هنالك جيش قوي يحمل السلاح استطاع أن يخمد كل التحركات يعني المختلفة، التحركات السياسية، تحركات الإثنية، تحركات أي تحركات استطاع جيش هذه البلد أن يمحوه تماما. إذن يعني من الغريب أن نعتمد على مثل هذه الدول لمحاولة حل مشاكلنا، لأنها هي ذاتها السودان أحسن منا من حيث التعامل السياسي يعني. طيب نجي لحاجة ثانية، الدول السبع دي كلها تعتبر من الدول الفقيرة يعني.
مصر بكل عظمتها ما ليست دولة غنية بالمعنى الحرفي المالي لكلمة غنية يعني. يعني مصر مثلا لا تستطيع أن تمد السودان ب$20 مليار عشان يقف على رجلينه، حتى لو كانت راضية عن الحكومة ما بتقدر، ما عندها. وده ليس إساءة لمصر، لكن ده حالة. نفس القصة دي في إثيوبيا، في أريتريا، في جنوب السودان، في أفريقيا الوسطى، في حتى ليبيا الأفضل من ناحية الموارد وماليا لا تستطيع حتى أن تستثمر مواردها لنفسها، ناهيك عن أنها تدعم السودان بمليار أو اثنين أو ثلاثة دولار، ما ممكن. إذن في رأيي الشخصي لا رجاء من هذه الدول إلا حسن الجوار والمعاملات الخاصة اللي هي المعاملات التكاملية، يكون بيننا وبين مصر مشروع تكاملي محدد له غايات وله يتفيد منه مصر ويفيد منه السودان، مع ليبيا، مع تشاد، مع أفريقيا الوسطى، مع جنوب السودان، مع إثيوبيا، مع أريتريا بنفس الطريقة. لكن هذه الدول لن تستطيع أن تقدم لك مشروعا سياسيا يوصلك إلى ما يمكن اعتباره نقلة نوعية من العسكرتارية إلى الشعبوية، ما بتحصل القصة دي، أو إلى المدنية، ما في كلام زي ده، ما حيحصل من هذه الدول، غير قادرة لأن تنتج منتج مثل هذا في السودان. دي واحدة. السؤال الثاني والمهم، هي تعمل القصة دي لجنيا يعني ما هي مصلحة مصر في اللي هي الدولة أنا لدي اعتبار خاص لها، ما هي مصلحة مصر في أن يكون في السودان في انتقال ديمقراطي؟ يعني ما عندها مصلحة. مصر ليست الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، أن أصلا هي تمارس الديمقراطية يعني، وليست هي أثيوبيا غير نفس القصة، ما عندها. تشاد نفس القصة، ما عندها. ما في واحد من الدول السبع ده اللي عنده ما يمكن أن يعتبر مصلحة لو إذا تحول السودان إلى ديمقراطي. هم ربما لا يتدخلوا في انك انت تبقى ديمقراطي ومدني ولا لا، ده ما بيتدخلوا، جائز ما يتدخلوا نهائي، لكن ما عندهم مصلحه مباشره في ذلك. انت ما جزء من الاتحاد الاوروبي عشان يكون عندهم مصلحه انك تبقى ديمقراطي يعني، ولا جزء من امريكا ولا ولايه امريكيه يعني. انت واحد موجود ضمن الخضم الموجود في افريقيا كلها يعني. فلذلك لا يمكن أن نرجو من هذا الجوار أن يتفتغ ذهنه ويقول والله نحن دعنا نعمل تجربة سودانية خاصة كده ونصل بالسودان ده كده، نعمل ديمقراطية شعبوية مدنية أي شيء من هذا القبيل، ونشوف النتائج دي بعد 10-15 سنة هتكون كيف، ممكن تكون كويسة بالنسبة لنا ونحول كلنا مع بعض. ما في كلام زي ده، ما بيحصل يعني، ما في مصلحة يعني. يعني لا توجد مصلحة مباشرة لهؤلاء النفر عشان يعملوا كده. فلذلك يجب يعني إذا أردت أن تطاع فاطلب ما هو مستطاع يعني، هم ليس في استطاعتهم أن يفعلوا ذلك، وبالتالي هم كل الذي يرجوه أن يكون هنالك سودان مستقر يفضلوا كلهم بلا استثناء العسكر في أن يكونوا على السلطة، لكن ده لا يعني انه لو تحولت الى مدنية هم حيحاربوا المدنية، لكن يعملوها السودانيين بران، هم ما عندهم مصلحة في انه يعملوها لك يعني. نمشي لقدام خطوة.
نعم سهام، الاجتماع انتهى قبل قليل، وفي هذه اللحظة من خلفي بدأ المؤتمر الصحفي لمدير ديوان الاتحاد الأفريقي وأيضا المسؤول من ملف السودان في الاتحاد الأفريقي. السهام الآن الاجتماع انتهى، ودم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيجاد والجامعة العربية، وتم التوصل إلى خارطة الطريق اتفقت فيها الجهات الإقليمية والدولية لحل الأزمة السودانية، والخارطة الطريق التي تتكون من 5 صفحات واطلعت عليها الجزيرة الآن قبل دقائق معدودة. هذه خارطة الطريق ستكون هي ملزمة للمجتمع الدولي للالتزام بحل الأزمة السودانية، وهي توحيد جهود المجتمع. أبرز البنود في هذه خارطة الطريق وقف إطلاق النار بشكل دائم وليس بشكل مؤقت. ثانيا، قوات دعم السريع والقوات المسلحة عليهم أن يلتزموا التزام نهائي. ثالثا، إشراك قوى المجتمع المدني والمقاومة، لجان المقاومة والمجتمع، لأن هناك مشكلة حقيقية. المعارك منحصرة في داخل الخرطوم حتى لا تمتد إلى المناطق الأخرى. هناك في آليات لإلزام كافة الأطراف للوصول إلى الاتفاق مع الترحيب بالمبادرة السعودية والأمريكية، ولكن هذه الخارطة ترى أن توحيد الرؤية العامة وثم اتخاذ إجراءات لازمة لأي طرف يتولى عملية خرق ما يتم الاتفاق إليه. وثالثا طبعا اتخاذ قرار مهم، إرسال فريق من التنسيقية الدولية الخاصة بالسودان إلى السودان وإجراء اتصالات وزيارة دول الجوار، التحرك بدل ما جمع المعلومات التي كانت حتى هذه اللحظة. فبالتالي بعد هذا الاجتماع ستكون هناك تحرك، وأيضا سيسموا الأشياء بمسمياتها، وأيضا وضعوا لجان وآليات للتأكد من الخروقات ومن الانتهاكات والأضرار التي لحقت بالسودان. وهناك قلق حقيقي لما يلحق بالمدنيين في السودان. فبالتالي وصلت مساعدات مقدمة، مواد طبية وغيرها إلى مدينة مدني ودواحي خرطوم لم يتمكنوا من إيصالها. فبالتالي وضعوا آليات، وهذا أول مرة المجتمع الدولي يتفق سهام على رؤية وخارطة الطريق خاصة تدم الاتحاد الأفريقي وبقية شركاء الدوليين. فبالتالي سنرى ردود الأفعال، لكن مسألة رفض أي طرف من الطرفين ما يتم طرحه سيكون هناك بحضور مجلس الأمن الدولي في هذا الاجتماع. ستكون هناك إجراءات ثانية ما لم يتم إيقاف قتل المدنيين في السودان. سهام. نعم، محمد طه توكل، مدير مكتب الجزيرة في أديس أبابا، شكرا لك. احنا شفنا قبل اسبوع او 10 ايام يعني جماعة الايجاد او مجموعة الايجاد حاولت ان تجلس، او منظمة الايجاد حاولت ان تجلس لتجد حلا للسودان. ونظرا لرؤية الجيش، يعني باعتباره اصلا في الحرب، يعني السودان لم يدع لهذه المنظمة باعتباره دولة السودان، وإنما دعي إليها الطرفين المتحاربين اللي هم الجيش والدعم السريع. وبالتالي تعاملت الإيجاد مبدأ مع السودان بأنه لا توجد فيه حكومة ولا توجد فيه دولة، ودي مسألة خطيرة جدا، لأنه كرر أبي أحمد أكثر من مرة أنه لا توجد سلطة في السودان، والمسألة مشت كده يعني كأنها هزار، لكن ما هزار، هو يعني ذلك، يعني ذلك هو يريد أن يثبت أن هنالك فراغ دستوري وفراغ سلطوي في السودان، وأن الجهتين اللتان اللي يعني تتحاربا ما هما إلا عنصرين متساويين الكفة، الجيش والقوات الدعم السريع. نقطة برضو مهمة جدا، هو لا يستطيع أن يدعي أن قوات الدعم السريع ميليشيا، ما بيقدر الكلام ده،
لماذا؟ لأن الجيش هو الذي عرف الدعم السريع بأنه أتى من رحم القوات المسلحة، وأنه يعني جزء لا يتجزأ من المفهوم العسكري أو المنظومة العسكرية الموجودة. ليس ذلك فحسب، وإنما كان قائد الدعم السريع هو النائب الثاني أو الأول لمجلس السيادة، رغم أنه لا توجد وظيفة بهذا الاسم، لكن المجلس العسكري عمل العملية دي عشان يقنع المدنيين، ويعني انقلب السحر على الساحر. لكن ده اللي حاصل، فلذلك هم لا يستطيعان الكيني والإثيوبي أن يدعيا أو يسميا الدعم السريع بأنها قوة متمردة، ولا أن يفعلا ذلك بأن يسميانها ميليشيا. لذلك تم دعوتهما مع بعض الاثنين كطرفي نزاع، ولم يدع السودان نفسه كحكومة، ودي مسألة فاتت على الناس دون أي اعتبار. ما دعوا السودان كحكومة، دعوا السودان كطرفين نزاع. في طرفين في النزاع في السودان، سلطة تضرب نار، الاثنين دول دارين يعني نصلح ذات البين بيناتهم. طيب دي أول حالة. الحالة الثانية إنه منظمة الإيجاد اللي اجتمعت في أديس أبابا، ما كان بين الرئيس الأوغندي ولا الرئيس الجنوب سوداني، ولا كان فيها الرئيس الأريتري، ولا كانت فيها جيبوتي، وإنما اجتمع هذان الرجلان بالمجموعة، وهما اللذان الرئيس الكيني وأبي أحمد هما اللذان أصرا على أن يكون على أن يحتوي الخطاب الختامي لهذه الجلسة على عبارة تشي بأنه بإمكانية إنفاز قوة أو إرسال قوة لحفظ السلام في السودان. بمعنى أصح، من تحت الترابيزة يريد أن يمررا البند السابع. أنا ليست قضية الآن هو البند السابع أو يتي ولا لا، وإنما شنو ماذا وراء الأكمة. ما وراء الأكمة إنه إثيوبيا تريد أن تخرج السودان إطلاقا، لذلك لم يتم أن يدع دعوة السودان كسودان، وإنما دعي كطرفين جاء. إثيوبيا وأبي أحمد يريدان أن يخرج السودان تماما من المنظومة الإفريقية، ليس إلا لأجل سد النهضة. وكنت في حلقات سابقة قد قلت أن سد النهضة كارثة على السودان، ليس هذا وقتها، لكن من يريد أن يراجع ذلك فليعود إلى حلقات سابقة منذ سنة أو أكثر، ممكن يعني شهر 1/22 أو 12/21 شيء من هذا القبيل، هنالك حلقات خاصة بسد النهضة، وبتوريك إنه عشان كده الناس اللي بتتكلم عن إثيوبيا يا أخت بلادي يا شقيقة لا تعلم أن إثيوبيا تبحث عن زعامة إفريقية ضد مصر. ده ما بهمنا، هي ومصر يعني براحتهم ما في مشكلة، لكن ما يهمنا إن في بحثها للزعامة الأفريقية دي جاء عملت سد النهضة، وسد النهضة ده حيكون يعني القنبلة الهيدروليك الموجودة في ظهر السودان يعني، وحتجي الأيام وتثبت ما قلناه. الرئيس الكيني منذ أن كان نائبا للرئيس الكيني وكان وزيرا للخارجية تم دعمه تماما، ودعم حملته الانتخابية للرئاسة بواسطة حمتي، ولديه كثير جدا جدا من العمل التجاري والاستثمار المشترك ما بيناتهم،
وبالتالي فهو هنا في conflict of interest. ومع ذلك الاثنين ديل بس هم اللي عملوا الإيجاد وهم اللي قرروا وهم اللي أخرجوا البيان الختامي، لأن أكما وراءها شيء ولا بد لنا من أن نرعوي. ودعونا من المشاكل البيناتنا، المشاكل بيناتنا نحلها إحنا. إيجاد شنو بتحل المشاكل؟ وناس إيجاد ديل كلهم مجتمعين ما قادرين يأكلوا. Head of the Sudanese army, General Al-Burhan, says, no, we don't want William Ruto because we believe he's backing the paramilitary RSF. So basically, you were told, don't mess with Sudan. What's your reaction? Well, everybody has their own opinion. Well, he has a strong opinion about you. But I don't think there is any license whatsoever for anybody, any leader, to engage in the destruction of their country and to pander to, we do not want interference. Is he the main culprit? It is what he is saying about IGAD. It is what he is saying about the UN. It is what he is saying about the talks that were there in Jeddah. That is unacceptable. But that is his opinion. Is he the main culprit of what's going on, Mr. And President? The main accusation against Kenya is that we have Hemeti in one of our hospitals in Nairobi, which is not true. It's a whole false narrative. But that aside, we are much more concerned about the millions of people in Sudan who today are dead, or the children and women who have no access to food. In fact, people are dying, children are dying because they have no food. And that is why the Secretary General called for a pledging session on Monday. And Kenya is among the countries that pledged and is giving money for humanitarian support for the people of Sudan because we believe in a solution. Can you answer my question? Is General Al-Burhan the male culprit in your eyes of the genocide you're describing? It is not for me to apportion blame at the moment. We want to resolve the issue. And that issue will not be resolved until we get General Al-Burhan, General Emeti, and the political leaders, the civil society, women groups, youth groups, onto the table so that we can you sort still out hope this it's problem. Feasible? It is feasible. A case in point, we have a situation in Sudan. The generals in Sudan are bombing everything. They are bombing roads, they are bombing bridges, they are bombing hospitals, they are destroying airports, using military hardware bought by African money. Just imagine. We need to tell those generals to stop the nonsense. Yeah. بالإضافة للسيولة الحدودية وعدم إنصاف الجغرافيا الحدودية للسودان، بنلقى إنه هذه السيولة الحدودية يمكن جدا جدا أن تتسبب في الهجرات السلمية حتى عبر الحدود بكميات لا تستطيع البلد احتمالها. وممكن جدا أن يكون بخلاف ذلك، ممكن أن تكون هذه الهجرات عبارة عن مرتزقة عابرين لهذه الحدود، عابرون لهذه الحدود، والمرتزقة ديل أشكال والوان. يعني فاغنر مجموعة مرتزقة تتسلل من خلال الجوانب أو الحدود الغربية إلى السودان بين الفينة والفينة وتفعل ما تشاء. يعني المرتزقة عبر الحدود، احنا شفنا القبائل العربية وكيف يتم ترحيلها الى تشاد او الترحيل الى ليبيا ثم عبر عوينات يدخلوا الى السودان. يعني ده بسبب هذه السيولة او الحدود المفتوحة اللي ممكن ان تمكن اي شخص من الدخول في اي وقت، لانه من الصعب جدا لدولة في قدرات السودان ان تتمكن من يعني الحفاظ على حدودها انتاكت او سليمة، وان تقلق كل النوافذ في ظل هذه الارض المسطحة التي لا يمكن يعني
أن يقدر الناس من أين سيأتون يعني ما حتقدر يعني. فلذلك المسألة دي صعبة جدا. حتى الولايات المتحدة الآن يعني مثلا عندها مشكلة في حدود الجنوبية مع المكسيك، لأنه التهريب والناس دي جاية هنا عشان تأكل وتشرب، يعني جاية بشكل صحي، دخلت بشكل غير شرعي، لكنها جاية لأجل سلمي، ما جاية عشان تسيء إلى الولايات المتحدة، جايين عشان لقمة العيش يعني، يشتغلوا في المزارع، يعملوا كده كده يعني. ومع ذلك هم عاملين إشكالية لدولة عظمى زي الولايات المتحدة، فكروا يعملوا حيطة بيناتهم، جدار يمنع التسلل. وحتى الأماكن التي صنع فيها مثل هذا الجدار كان في ناس بتخترق هذا الجدار وتمشي، لأنه دي ما حدود طبيعية حادة يمكن أن تمنع الناس من التنقل، حيطة وانت بتنطها بس أو بتفتح فيها منفذ بس. السلام عليكم يا شباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. يا مرحب مرحب. كيف الحال؟ كيف الأخبار؟ الله يبارك فيك. كيف الأوضاع؟ الحمد لله. كيف الزردة اليوم وكيف الأجواء ما شاء معاكم؟ الله تبارك الله. الزردة الشباب منورين جزاهم الله خير، والشباب بزفوا تحياتهم لإخوانهم في الدعم السريع، يقول لهم منصورين إن شاء الله، منصورين إن شاء الله، ونحن كذلك إذا تطلب الأمر سنأتوا إليكم إن شاء الله من النيجر، شباب عرب النيجر منصورين إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله تحياتي. كلام جميل، كلام جميل، كلام جميل. نحن معهم قلبا وغالبا. الله أكبر الله أكبر. يعيش الدعم السريع، يعيش محمد حمدان دقلو. شكرا مشكورا. يعيش السودان. مشكورا بارك الله فيك. الله يعم السلام في ربوع أنحاء العالم وفي المسلمين عامة. الله ينصر الدعم السريع. Russia's paramilitary proxy group Wagner have begun to try and influence one of the parties. They, we believe, from the evidence that we've seen, are resupplying, have been resupplying, the Rapid Support Force paramilitary group. Take a look at this. The Sudanese and the Libyan armies celebrated a successful joint operation Wednesday, April 19th, near the remote desert border between Libya and Sudan, having captured the Chevrolet garrison belonging to the rival Sudanese paramilitary Rapid Support Forces, the RSF. But why is this garrison important, given how far it is from the existential fight in Sudan's capital, Khartoum? Because CNN can reveal that the fight in Khartoum is being influenced by what was happening at that garrison, a Russian resupply campaign backed by a key regional player aimed at turning the tide in Sudan's war in favor of the RSF, who have been a key recipient of Russian training and military aid. In collaboration with All Eyes on Wagner, a research group focusing on Russian proxy Wagner, CNN investigated the group's current presence in Libya. You can see here on April 16th, one day after the fighting began in Khartoum, a Russian Ilyushin 76 transport plane at the Al Jufra base in Libya, previously identified by American intelligence as a Wagner base. 3 days later, this same plane is spotted by flight tracker aviation expert Gurjan, coming back from the Russian airbase in Latakia, Syria, before returning to the Libyan airbase in Khadim. Images of that same plane began circulating online April 17th, heading in the direction of Sudan. Sudanese and regional sources tell CNN that weaponry was airdropped to the RSF within that time frame, April 15th to April 18th, to the Chevrolet garrison during a period of fierce fighting, boosting the RSF. The Al Khadim and Al Jufra bases, where the Wagner planes departed from in Libya, are under the control of Field Marshal Khalifa Haftar, who commands territory in the east of Libya. Haftar and the commander of the Rapid Support Forces, Mohammed Hamdan Dagalo, aka Hemeti, have in common strategic alliances. One with Wagner, who Haftar is hosting in his territory in Libya, and whom a previous CNN investigation exposed as working with Hemeti to extract Sudanese gold. A second with the United Arab Emirates, who tapped Hemeti to send forces to the conflict in Yemen and backed Haftar in the fighting in Libya. What does it all mean for the ongoing misery and conflict in Sudan?
It means that both a regional Libyan general Haftar and a global player, Russia, are putting their thumbs on the scale, which raises the stakes for the region, for the global balance of power, and for the people of Sudan caught in the crossfire. We reached out to both Haftar and Wagner and didn't receive a response to our request for comment. An RSF spokesperson denied that they were currently receiving support from Libya or Russia, although they had previously denied, when our investigation exposed their relationship with Wagner, that there was a relationship. So at least this time they've admitted that they had a previous relationship, for what that's worth, Jake. ما بين القاهرة وأديس أبابا أو ما بين أديس أبابا والقاهرة ما صنع الحداد وأكثر. نحن السودان، أنا بتكلم دلوقتي عننا السودانيين. نحن السودانيين لا ندرك يعني أين مصلحتنا ولا كيف يمكن أن نتعامل مع هذه المصلحة. ودائما ما نتعامل مع الأمور بشكل رغبوي بأكثر مما هو بشكل عقلاني يمكن أن يرتب الأمور بشكل جيد وأن يستفيد منها السودان أقصى استفادة ممكنة. أي علاقة بين أي دول الآن في هذا العصر الذي نعيشه في القرن الحادي والعشرين في سنة 2023 يعتمد أساسا على المصالح. إذا أنا ما عندي مصلحة معك ما عندي معك شغلة أصلا، وإذا أنت ما عندك مصلحة معي فما عندك معي مصلحة أكثر. بالتأكيد دولتين جارتين في عظم مصر وأثيوبيا كلاهما جار يجب الانتباه إليه، لكن يجب عدم إخراج مصر من المعادلة السودانية أبدا. ده رأيي الشخصي. ناس كتار جدا جدا يمكن أن يعترضوا كراهة في المصريين، ما بيحبوهن، بيفتكروا إنه كلامي ده فاضي، ممكن ناس يعني تمشي أكثر وتقول ده تبع الخديوية. كل الكلام ده أنا حاسيبه جانبا وحتحدث عن الحاجة إلى أن تكون مصر داخل المعادلة السودانية في كل مرة فيما يختص بالمصالح، وأكرر فيما يختص بالمصالح. لماذا؟ اجتمع أهل الإيجاد، وأنا لا أريد أن أسميهم كما سماهم الآخرين، ليجرموا السودان. لم يدع السودان كدولة وإنما دعي طرفي النزاع فيه، ولم حاول أهل الإيجاد أن يربط السودان ب تدخل دولي عبر مجموعة عسكرية قادرة على حفظ السلام. الشيء الثالث والمهم أن إثيوبيا لديها مصالح في السودان، إما تريد إما تحييده أو إن تجيبنا باتجاهها، وده لن يتأتى إلا عبر وجود الدعم السريع أو دي واحدة. الحاجة الثانية والمهمة جدا انه في حالة عدم وجود الدعم السريع في الخارطة السياسية السودانية، وهو ما سيحدث او هم متوقعين ذلك، يريدون للسودان ان يتم تحييده بادعاء انه ما في سلطة وما في قدرات لهذه المسألة. دعوة مصر لاجتماع الامس اللي هو كان بالخميس، برغم انه الاجتماع نفسه لم يقدم جديدا، يعني ليس فيه جديد يذكر ولا قديم يعاد، نفس الكلام ونفس الشسب، الشغل بتاع الجامعة العربية والشغل بتاع الاتحاد الأفريقي اللي هو في النهاية بيوصلك لأنه والله نحن اجتمعنا وكنا مع بعض ويا جماعة باركوا. رغم ده كله لكن وجود مصر يمنع هذه الخصة التي ظهرت في مجموعة الإيجاد التي يسيطر عليها الآن رجلان كلاهما يريد أن يلتهم السودان. لذلك حينما تتعامل مع مصالح السودان يجب أن لا تخرج مصر من المعادلة السودانية، حتى لو كان ذلك غصبا عن مشاعرك.
يعني ضد مشاعرك التي تكنها للمصريين. والله أنا ما بحب المصريين، ما في ما مشكلة، نحترم فيك عدم حبك للمصريين، لكن مصلحة السودان تقول أن مصر لا بد أن تكون موجودة فيه. لما مصر تكون ضد مصلحتك أجيف قول والله مصر الآن ضد مصلحتي، لكن اجتماع أمس ده مسح تماما كل ما جرى تحت قبة الإيجاد، رغم أنه الاجتماع نفسه ما عمل أي حاجة. الناس جات اجتمعت 7 دول كلها اجتمعت مع بعض وجابوا منظمة الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وكل الكبسيبة دي وكلها ما عملت أي حاجة. قال لكم حلوا مشاكلكم يا جماعة وبتاع، وإحنا نرفض التدخل الخطاب، نرفض التدخل الأجنبي. إذن أنا كسوداني بدير العمل العام يجب علي أن أفهم أن مصر لابد أن يكون لها موضع في ذلك أفريقيا أو عربيا. ده لا يعني الخضوع لمصر، ولا يعني أن الناس يجب أن تكون تبع، لكن يجب أن نعطي الناس مقاماتها. مصر لديها ثقل أفريقي وعربي أنت ما عندك، ودولي أنت ما عندك، يحكم السيسي، يحكم جمال عبد الناصر، يحكم مرسي، دي مسألة مصرية ما حقتنا، ده ما بهمنا. إحنا ما قاعدين نتدخل نقول والله على المصريين أن يغيروا حكومتهم عشان يتعاملوا معانا، ده كلام ما حقنا ولا من حقنا أن نقوله. نحن بنتعامل مع المجموعة التي ارتضتها أو ارتضاها المصريون عشان يحكمون. الآن موجود حكومة على رأسها الرئيس السيسي، ما عندنا طريقة غير نقبل التعامل معه، لكن ننظر إلى مصالحنا بعين الاعتبار وبعين العقل، بعين الاعتبار وبعين العقل. ووجود مصر مهم جدا، ووجود مصر في ظل الظروف بتاعت الحرب الأحالية الآن يحفظ للسودان حقوقه في مياه النيل، ويحفظ للسودان حقوقه في غير مياه النيل، ويمنع التدفق المرتزقة من خلال ليبيا. ما بتقدر تمنعه بدون المصريين. في ظل الحرب اللي انت موجود فيها الآن لن تستطيع أن تمنعهم في ظل عدم تدخل المصريين معك أو وقوفهم بجانبك على أسوأ الفروض. ده مسألة مهمة ويجب أن توضع في الاعتبار. مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قبل شهرين تحدث أنه لا خطط وقتها لنشر قوات حفظ السلام في السودان. اليوم تطالب اللجنة الرباعية بالنظر في ذلك مع المشهد الذي نتابعه من اجتماعات ولقاءات في سبيل التوصل إلى حلول. ما الذي يعكسه المطالبة بنشر قوات حفظ السلام؟ ما المشهد في السودان الذي ينعكس هنا؟ هذه الاجتماعات هل يعني ذلك وقوف كينيا أو رئيس هذه الجلسة إلى جانب قوات الدعم السريع؟ يعني نرى أو نجد الكثير من الأطراف في هذا الاجتماع، حتى هناك يعني حتى السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الاجتماع. هل بسبب الرئاسة الكينية لذلك نضرب كل قرارات وكل هذه المجهودات والمبادرات عرض الحائط؟ لكن البيان هو مطالبة بنشر قوات حفظ السلام ووقف إطلاق النار، ألا يصب ذلك في مصلحة السودان والشعب السوداني؟ Your Excellency عبد الفتاح السيسي، سيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية،
السيدات والسادة، رؤساء الوفود والحكماء والحكومات، السيد موسى فكي، السيدات والسادة، اسمحوا لي بأن أبدأ بالتعبير عن امتناني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرارة الاستقبال وكرم الضيافة الذي أظهرتموه لنا منذ وصلنا. أنا أرجو، كنت أرجو أن نتقابل من أجل أن نتحدث عن أمور التنمية، وذلك وبالطبع لابد أن من أجل أن نتمكن من فعل ذلك أن ننظر إلى النزاعات الموجودة. إن السودان تنزف، وفي 2020 احتفلنا ببداية جديدة للديمقراطية، وللأسف تلاشت هذه الفرحة. ولكن الآن نشهد نزاعا سياسيا عنيفا أدى إلى خسارة مئات الأرواح والدمار وكثير من النزوح. بالطبع هذا النزاع لا يأتي نظرا لغياب المنصات الخاصة بالحوار. إنني أتمنى أن يكون هناك سلطة في دولة السودان تأخذ بزمام الأمور. لا يجب أن نترك الأمور تتدهور في السودان، ولا بد أن يتم احتواء هذا النزاع بشكل أو بآخر. ولكن بالطبع الآثار المترتبة على النزاع في السودان استشعرتها كل دول الجوار نظرا لموجات النزوح. إن منطقة القرن الإفريقي وغيرها سوف تعاني إذا ما استمرت أطراف النزاع في تجنب الحل لهذه الأزمة والنزاع العنيف. أود أن أغتنم هذه الفرصة من أجل أن أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على عقد هذه القمة من أجل إيجاد حل لأزمة السودان. دعوني أيضا أعبر عن امتناني وتقديري للجهود السعودية في الأيام الأولى للنزاع. أود أن أؤكد على أن هذه العمليات بما يتضمن قمة اليوم لابد أن تنضم إلى الآليات والمبادرات التي يقودها الاتحاد الإفريقي، والتي قد توجد ممرات وقنوات تنجح كل هذه الجهود. السيدات والسادة، إن أزمة السودان ومثيلاتها لا يمكن حلها إلا عن طريق التضامن والوحدة. في بلداننا لابد أن نتخطى التحديات التي نواجهها في بلداننا، وأن نحاول مشاركة الدروس المستفادة معها، ولا بد ألا نساعد بأي شكل من الأشكال في إطالة الأزمة. ختاما، إثيوبيا تدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام، وبالطبع يجب أن يكون هناك حوار يساهم في استقرار السودان، وأيضا لابد أن يكون هناك تنظيم لعملية انتقالية للوصول إلى السلام في السودان. وإثيوبيا تمثل الآن في مساعدة السودان. شكرا جزيلا. طيب، بكده نكون احنا انهينا الجزء الثاني من هذه السلسلة،
ويتبقى جزءان إن شاء الله، الجزء الخاص بالمحيط العربي والجزء الخاص بالتدخلات الدولية المتوقعة يعني. لذلك يعني أتمنى أن ألتقيكم في المرة القادمة على أتم صحة وعافية، وأن يعود السودان لنا كما نحب ونشتهي. تحياتي وإلى لقاء قريب إن شاء الله.